حتى بنا فوق المجرة دارا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة في سورة الرحمن، وسورة الرحمن كما هو واضح من آياتها هي سورة مكية، سورة مكية نزلت في مكة المكرمة، وهذه السورة لها ما لها من الفضائل، تسمى بالرحمن لأن تذكر فيها جميع النعم أو أكثر النعم الإلهية، والرحمة الإلهية مذكورة في هذه السورة المباركة والكريمة. هذه السورة عبارة عن 78 آية إخواني، 78 آية تكررت فيها آية، وهي أكثر آية في القرآن مكررة، وهي أي آية مولاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كم مرة جاية؟ 31 مرة. أحسنت مولانا، 31 مرة جاية فبأي آلاء ربكما تكذبان. هي هذه مولانا، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية تعطي فد نظام خاص للسورة الكريمة، وفد نغمة خاصة للسورة الكريمة، هذه الآية الكريمة. الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، سؤال ترى استفهام، بس الاستفهام استفهام تقرير. فبأي آلاء، يعني أي نعمة أنت تنكرها من الله سبحانه وتعالى؟ بأي نعمة تكذب الله؟ قاعد يسأل الله، بس هذا الاستفهام استفهام شنو مولانا؟ تقرير، استفهام تقرير. مثلا قاضي، قاضي جابوا له قاتل، لما يجيبون له قاتل يقولوا له هذا قاتل، فالقاضي شو يحتاج؟ يحتاج إلى شهود، يحتاج إلى شهود لكي تثبت أو يثبت القتل على هذا القاتل. لكن إذا بالليل، بالليل القاضي رأى بعينه، القاضي كان يمر شاف لقاتل قاعد يقتل أحد، ها؟ صار باكر جابوا إليه. زين، هذا القاضي يحتاج إلى شهود بعد؟ لا، لأن الشاهد لمن يريد؟ الشاهد يجيبونه لإثبات القتل عند من؟ عند القاضي، والقاضي عنده شنو؟ الأمر ثابت عنده، خلص هو شافه بعينه، شافه خلص، ما دام ثابت خلص يحكم على ما ثبت عنده، وهذا حبيبي. فإذا مولانا العزيز الله سبحانه وتعالى يسأل الإنسان، شو يقول له؟ يقول له فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني تكذب بأي نعمة من الله، وهذا حبيبي. هذا استفهام تقرير. اسمع، هذه سورة الرحمن قرأت على الجن وقرأت على الإنس، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فديوم قرأ سورة الرحمن أمام أصحابه،
فكان النبي شو يقول؟ يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما حد يحكي. ها؟ يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما حد يحكي. فالنبي نزل رأسه قالهم إن الجنة لأسمع منكم في هذه السورة الكريمة. الجن سمعوا هذه السورة وتيقنوا بها أكثر منكم. قالوا له كيف يا رسول الله؟ قال لما كنت أقول، يذكر النعمة، لأن الله سبحانه وتعالى يذكر نعمة الجبال، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يذكر نعمة الجن والإنس، يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، يذكر الجنة، يقول فبأي آلاء رب، يذكر الموت، لأن الموت هم نعمة. زين، إذا الموت ما كان مورانا هسه شبر قاع ما نحصل. زين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذكول الجن، النبي لما كان يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، شي يجاوبون؟ يقولوا له لا بشيء من آلائك ربي نكذب. الجن يجاوبون، الإنس اللي كانوا يسمعون شنو مولانا الإن؟ ما يحجون، ساكتين. فالنبي ايش قالهم؟ قالهم إن الجن لأسمع منكم لهذه السورة، أسمع منكم. قالوا له كيف يا رسول الله؟ قال ألا، فمن قرأ هذه السورة أو سمعها فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فرد لا بشيء من آلائك ربي أكذب، إن مات ليلا مات شهيدا، وإن مات نهارا مات شهيدا. يعني إلى أجر أجر الشهادة، أجر الشهيد لهذا. هذا ياهو اللي يقرأ سورة الرحمن، اللي يقرأ سورة الرحمن. ولهذا تسمى سورة الرحمن بمن؟ بعروس القرآن، عروس قلب القرآن ياسين، عروس القرآن يا هي سورة الرحمن، لأن كلها رحمة وكلها نعمة وكلها فضل. واضح مولانا العزيز؟ زين، هذه السورة الكريمة مولانا أنا أقول لك واحدة من فضائلها، مع ما ذكرنا واحدة من فضائلها، خاطر ندخل بالآية، جدا جميلة الآية، أول مرة هم أذكر هذه الآية. زين، مولانا العزيز قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ سورة الرحمن ليلا، اللي يقرأها بالليل قبل لا تنام تقرأها، من قرأ سورة الرحمن ليلا وكل الله عليه ملكين يحفظانه حتى يصبح، يعني يحفظونه من الليل لحد الصبح، أي مكروه ما يصيبه، فإن قرأها صباحا جعل الله الملكين يحفظانه من الصباح حتى يمسي. تبعتم مولانا؟ إذا يقرأها بالليل الله يحفظه، إذا يقرأها بالنهار الله سبحانه وتعالى يحفظه. ولهذا احنا عندنا مولانا عندنا قاعدة بالموت يسمونها تجسيد الأعمال، سامعين بها؟ تجسيد الأعمال، أعمال الخير وأعمال الشر تتجسد، يصير جسد للإنسان. ها؟ الروايات كثيرة، مثلا واحد، أكو بعض الناس للأسف 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 بمرض السب والشتم، يشتم هواي، شايفه؟ يتعدى فلان شتمه، تعدى علان سبه، تعدى فلان يغلط على الناس. ها؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الساب اللي يشتم ويسب، هذا السب السباب، السب والشتم يتبدل إلى حيات وعقارب في قبره. يعني شو يصير؟ يصير تجسيد المن لأعماله، تجسيد أعمال. زين، من جملة تجسيد الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع الإنسان في قبره يأتي نور هائل بينما هو في ضيق وحشة ظلمة، ظلمة القبر، وحشة القبر مولانا. زين، والملائكة منكر ونكير يدون يسألونه، فهذا خوف في رعب ورهب وخوف وضيق وشدة وظلمة. يقول فيأتي نور لم يرى أقوى من هذا النور، فيسأل، يقول له إلهي ما هذا النور الذي أضاء قبري، أنار قبري وأراح قلبي، ينور القبر ويريح القلب وأزاح رعبي الخوف. شو يقول له؟ يقول له هذه سورة الرحمن التي كنت تقرأها في عالم الدنيا. تبعت شو صار مولانا؟ هذه سورة الرحمن، فقراءة سورة الرحمن في عالم الدنيا وين تفيدك مولانا؟ بالقبر، في البرزخ، هاي واحدة من فوائدها طبعا، في القبر وفي الدنيا هم ذكرتها لك. زين، هم حفظ لك بالليل وهم حفظ بالنهار، وإذا مات يموت شنو؟ شهيدا. زين، هسا نبدأ بالآية الكريمة. الآية تتكلم، العجيب ترى هاي الآية عجيبة أخواني، مع ما أن الآية نازلة في مكة المكرمة، السورة في مكة المكرمة،
مكة المكرمة، أهل الحجاز، البحر يمهم لو بعيد عنهم، بعيد عنهم، وين مهر صحراء، أهل نياق وأهل كذا، ما وين البحر بعيد، ما يعرفون البحر شنو. لكن القرآن قبل 1400 سنة لا طائرات موجودة، لا هالوسائل الحديثة موجودة، أشار إلى هذه الواقعة اللي الآن العلم الحديث يكتشفها وينتبه لها، وما ينتبهون لها إلا عادة إذا صعدوا بالطائرة وينتبهون لها. هسه لا، صارت أجهزة وصار سفن كبيرة وظلوا. القرآن بدأ شي يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يتكلم عن البحار. أنا اختاريت لأن له ربط بآل البيت سلام الله عليهم. مرج البحرين يلتقيان، مرج أي إرسال الشيء من دون مزجه، مو مزج، شنو مرج؟ مرج يختلف ويا المزج، مزج يعني اختلاط الشيء بالشيء، تخلي لك ماء وشربت وتخوطه مولانا، ها هذا يسمونها مزج زين. لكن مرج لا، إرسال الشيء مع الشيء لكن عدم الاختلاط معه. شلون؟ يجيب لك نفط، نفط هم تقول له نفط بعد تمو، يبو نفط مولانا وصب عليه ماي يمتزج، غاز مثلا، غاز وصب عليه ماي يمتزج، ماكو ما يصير، ها مزج ما يصير، مرج يصير، يلتقن شيء على شيء، لكن اختلاط لا. ولهذا الآية ايش تقول؟ تقول مرجل، ما يقول مزج، مرجل البحرين يلتقيان بينهما شنو؟ برزخ لا يبغيان، يعني لا يختلطان، هذا لا يختلط مع هذا، وهذا هم ما يمتزج مع هذا. زين، هسه الخلاف هنا انه مرج البحرين، يا بحرين هذا النيل، هذا يا بحرين اللي يوصلن ولا يمتزج. اكو عده اراء، وبعض الاراء هم مو صحيحه. الراي الاول قالوا مرج البحرين بحران، مياههما مالحان، هذا مالح وهذا مالح، هذا اللي يصطدمن شيء مع شيء زين، هذا يقصد من البحرين. هذا الرأي باطل 100%. ليش باطل؟ لأن بحر ماي مالح أو بحر ماي مالح، إذا مرج امتزج، إذا وصلوا شنو؟ لأن ماكو غرضة، ماكو خلاف الغرضة والرقة بينهما، فهذا الرأي مردود زين. هسه البعض اللي يريح باله قال لك هذا اللي بحران زين، اثنين بحار، هذا بحر، هذا بحر، هذا عنده ماي مالح، هذا عنده ماي مالح، وخلص. هذا الرأي مردود، الرأي الأول. الرأي الثاني أعجب من الرأي الأول، هم مو صحيح طبعًا. طبعًا هاي بالتفاسير موجودة ترى، يعطون أدلة بها، اللي يؤيد هذا الرأي الأول ينطي أدلة، واللي الرأي الثاني هم ينطي أدلة. قال البحران بحر في السماء وبحر في الأرض، اللي لا يمتزج، البحر الذي في السماء والبحر الذي في الأرض. هذا الرأي مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن البحر اللي في الأرض نعرفه، بس إحنا لم نعهد أن في السماء شنو؟ بحر. هسه يمكن يقصد السحاب اللي تحمل المياه، يمكن يحسب أو يظن أنه هذا البخار بحر، لا هذا مو بحر، هذا لا يسمى بحرا زين. فش قال؟ وقال البحران بحر في السماء وبحر وين؟ في الأرض. هذا الشباب كل شيء يفيدكم هذا البحث، جميل جدا زين. هذا رأيين، الرأي الأول بحران مالحان، الرأي الثاني بحر في السماء وبحر وين؟ في الأرض، هذا مردود. الرأي الثالث قال احنا تحت الأرض حدر القاع، عندنا ماي حالي اسمه آبار، نسميه حدر الأرض، ها هذا الماء بعضه يتصل زين، يتصل بالماء البقية بماء المالح الخارجي، فقال هذا لا يمتزج، هذا الماء اللي هو بحر وهذا الماء لا يمتزجا، بينهما حائل برزخ وهي الأرض والتراب. هذا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن اللي تحت الأرض مو بحر، ما يسمونه بحر، مو بحر، مو بهالكثرة الذي يسمى شنو؟ بحرا. ها هاي ثلاث آراء مو صحيحة. شوين الرأي الصحيح؟ اسمع الرأي الصحيح جدا جميل اخواني. الرأي الصحيح الماء المالح، ماء البحر ماء مالح، والغلظة مالته شنو؟ عالية، لأن بي ملوحة الغلظة مالته. طبعا من بحر إلى بحر، أكو بحر غلظة مالته أكثر، وأكو بحر الملوحة مالته شنو؟ أقل، تختلف زين. تمطر الدنيا، لما تمطر السماء يصير ماء حالي،
ينزل من الجبال، ينزل مثلا يجي من الوديان، يجي من بقية الأنهار، يجي ها من عندك السدود السد. هذا الماء الحالي وين ينزل؟ ينزل في الماء المالح. زين، إذا صار مطر قوي ينزل فيضان مثلا، ينزل بالماء المالح. إذا نزل بالماء المالح لا يختلط. ليش ما يختلط؟ لاختلاف الغلظة، هذا غليظ هذا خفيف. فهذا مولانا يمرج ولا يمتزج. زين، يوصل يتصل شيء على شيء، ولكن شنو مولانا؟ مزج اختلاط ما يصير. هذا الماء الحالي يصير لدرجة من الكثرة، بالأخص إذا صار مطر شديد وفيضان شديد ومياه شديدة، يوصل إلى درجة من الكثرة بحيث يصير كالبحر، يصير لعظمة. عادة وين يصير؟ يصير على الشواطئ. وين يصير؟ على الشواطئ. وهاي من أكبر النعم الإلهية، هذا الماء الحالي، وجود الماء الحالي مع الماء المالح من أكبر النعم الإلهية. لولا هذا الماء الحالي مع الماء المالح احنا لا صارت عندنا زروع، ولا صار عندنا اغنام واحشام، ولا صار عندنا هاي الامور كلها. ليش؟ لان احنا البحر بمد وبشنو؟ جزر. هذا جاي من نهران، هذا الماء الحالي يصب من النهر. وين يصب؟ بالبحر. هذا اذا المد صعد، شايفين احنا شطنا هناك بالمحمره مثلا، الماء عندنا يصعد وينزل. هو الماء هو ما يصعد وينزل، الماء الحالي هذا المد والجزر. وين يصير مولانا؟ يصير بالبحر. البحر يدفع، يريد يصعد. من يدفع؟ يدفع من يدفع الماء العذب الحالي، ما يمتزج ويا يدفعه. هذا وين ينصب؟ ينصب بالنهران، يصعد الماء، ينصب بالنهر، يحمل ويا أسماك مولانا، يسقي الحرث ويسقي النسل ويسقي البساتين ويسقي الزروع والفواكه. وشوف هذا الصف الأنهار والأودية في كل مكان. إذا صار جزر يرجع الماء، واضح مولانا؟ يرجع وين ماء له مكان؟ يرجع، واضح حبيبي؟ فش قالوا؟ قال هذا بحر من ماء العذب، وهذا بحر من ماء المالح، واضح مولاي؟ زين، هذا رأي، والرأي جميل وجدا جميل، ذكرى أغلب المفسرين عندنا طبعا. البعض ينطي حالة ما أدري سامعينها أو ما سامعينها، أكيد أنتم ما شاء الله الثقافة سامعينها. أكو حالة سير بالبحار يسمونه، أنا يمكن تلفظي صحيح ما أدري، غولف سترين. زين، هاي غولف سترين نهر كبير جدا عظيم، هذا مولانا يسير في وسط البحر. هذا النهر شط كبير يبدأ من أمريكا مولانا المركزية، انتبه لي حبيبي، انتبه لي، صلوا على محمد وآل محمد. أنا هذه قاعد أحكي لك من الكتب، ترى هذا لا سابح بي البحر ولا طالع بي، زين الواقع هذا، فقاعد أحكي لك من الكتب وتعبهم عليها، ما جاي يعني هيك. زين، الشاهد مولانا، مولاي هذا النهر نهر كبير من ماء عذب يمتد من أمريكا المركزية إلى أوروبا الشمالية. هذا نهر في وسط، نهر عذب في وسط الماء المالح في المحيط الأطلسي، يعبر مسافة، عرض هذا العرض ينطون العلماء 150 كيلومتر العرض ماله، يعني هذا بحر بحر. ويجري سرعته تجري في اليوم الواحد 160 كيلومتر يمشي، يعني أسرع من المياه المالحة. أو عادة يكون أدفأ، أحر، حار، ساخن، مو مثل يعني درجة الحرارة المئوية بينه وبين البحر يختلف، أحر من عنده، البحر يصير أبرد، هذا يصير أسخن. ليش؟ لأن هذا يعبر في خط الاستواء، في مناطق تقرب من الخط الاستواء، وتجي إلى أن يوصل إلى أوروبا الشمالية، وهذا اللي يسبب المناخ لأوروبا الشمالية، المناخ الدافي اللي يصير بسبب هذا الماء، واضح مولانا؟ هذا الماء بحر في بحر، بس بحر عذب في بحر مالح. وهاي الحركة مالته لوجود الحرارة والبرودة. وانت جرب تجربة، هاي انا اليوم جربتها بالبيت، بيت السيد، قلت خاف احكيها واشتبه بيها ما يصير، فخلي اطبقها على نفسي بعدين. زين، هو صاحب الكتاب ناقل، هو صاحب التفسير ناقل، وانا فطبقتها. فطشت ماي، جيب لك طشت ماي وخلي بيه ثلج منه. زين، وخلي منه حديدة حارة او شيء حار دخله بالماء على الجانب الثاني.
خلي بالماي أجلكم الله، خلي عود كبريت شخاط أو تبن أجلك الله، وشي خفيف اللي يطفو على الماء، هذا منها ثلج يصير بارد، ومنها حار بس تخلي الحار وهذا بارد، تشوف اللي طافي على الماء شو يسوي؟ يبدأ بالحركة، ذا يتحرك زين، كأن الماء شو يصير بي؟ يصير بي دوران، يصير بي حركة زين. هذا صاحب الكتاب اليوم نقلها، قلت أنا خلي أجربها، قلت خلي أجربها خاطر نحكي على المنبر لا أتفشل زين، يعني يكون مضبوط شغلي، فأنا جبت مولانا وسويتها وقعدت وسويتها زين. الشاهد مولانا العزيز هاي الحركة اللي موجودة، هذا النهر في وسط البحر، هو بحر في وسط بحر، هذه لوجود مولانا السخونة بين الماء، اختلاف الدرجة، واختلاف الدرجة بين ماء المالح والعذب من 10 إلى 15 درجة، من 10 إلى 15 يعني هواي، واضح مولانا؟ تصير هالحركة الهائلة، وعجيب من نعم الله على الإنسان هو هذا، هذه النهران في البحار. طبعا هذا واحد اللي ذكرت لك، ليش مولانا؟ أكثر صيد سمك يصير بالعالم في هذه المناطق، في التقاء الماء العذب مع الماء المالح، ليش؟ هذه تسوي حالة من الإغماء المولانا المؤقت لبعض الحيوانات في الماء، هذا الاتصال، هذا المرج، هذا الاتصال بين الماء المالح والماء العذب يصير مليارات، ذاكرين حسب الكتاب، مليارات المخلوقات الصغيرة يكضها حالة إغماء مؤقت. شلون دوخة؟ يدوخ أو يصير عنده إغماء، مليارات مليارات حتى من الحيوانات، شلون أقول لك؟ صغيرة وكبيرة، بس صغيرة جدا يعتبروها، فتأتي الأسماك الضخمة الكبيرة، هذا بعد غذاء جاهز زين، تأتي الأسماك زرافات، زرافات كلش كثيرة بالأطنان تجي لكي تأخذ منين الصيد هذه الموجودات، واضح مولانا؟ فمن تجي إلى هذا المكان، الصيادة وين؟ واقفين في نفس المكان، فيصيدون أروع الأسماك اللي ما يصيدونها في بقية الأماكن، وين يصيدونها؟ هنا، فصار منبع لمن؟ للرزق، منبع للصيد، منبع للطعام، منبع رزق إلى الناس، هو هذه الحركة اللي موجودة زين. هذه وين يعرفونها في ذاك الوقت مولانا؟ بزمان العرب الجاهلي، من اللي يعرفها؟ صدق من يعرفها يعني؟ يمكن بعضهم حتى بحر ما شايف زين، لكن الله سبحانه وتعالى قاعد يقول لهم مرج البحرين يلتقيان، يلتقي هذا البحر مع هذا البحر، بينهما برزخ لا يبغيان، بس هذا البرزخ غير مرئي، يعني مو شيء مثلا تخلي حائط مثلا، لا، انما البرزخ انا عبرت عنه بالغلظه الموجوده بين المائين، الغلظه الموجوده بين المائين شو يصير؟ يصير هو برزخ، فهذا البرزخ غير مرئي، يعني مو شيء ملموس، يعني طب ايدك من ماء المالح يطلع بماء الحالي، واضح حبيبي؟ زين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ زين، اللؤلؤ معروف تعرفونه، هذا اللؤلؤ يقول الإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا هذا من أثمن الأشياء، من أثمن الأشياء في العالم عندنا عند الإنسان، لأن للزينة يستخدم وللعلاج أيضا يستخدم، هذه مولانا بي ألوان هذا اللؤلؤ، حتى من زينة أهل الجنة ومذكورة في القرآن، ولؤلؤا يعني زينة لأهل الجنة يستخدم، هذا على أنواع، عندنا لؤلؤ أبيض، وعندنا لؤلؤ أزرق، وعندنا لؤلؤ أخضر، وعندنا لؤلؤ وردي، وعندنا أنواع اللؤلؤ، أنا حسبتهم 7 كاتبينهم، أنا ما حفظت كل الألوان، 7 زين، 7 أنواع اللؤلؤ نادرة وكثيرة، لكن أروع لؤلؤ اللي ذكر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الإمام علي عليه السلام يقول، طبعا هذا الرواية كل التفاسير الذكرى دورت اليوم 15 تفسير من عندنا احنا الشيعة، كلهم يذكرون هذه الرواية، أن الإمام سلام الله عليه يقول إذا مطرت السماء، السماء تمطر مطر حالي، فهذا الصدف زين المحارة شو تقولوا لها؟ أي تفتح فمها، هو حيوان يفتح فمه، فتسقط قطرة، يأخذ قطرة من المطر بهذا الفم ويغلق عليها، والظل، الظل هذه تتبدل إلى لؤلؤة، إن كانت القطرة كبيرة يصير اللؤلؤة كبيرة، إذا كانت القطرة صغيرة تكون اللؤلؤة شنو؟ صغيرة،
سبحان الله. هاي تتبدل، هذا الماء المطر اللي يجري زين، هذا الماء يتبدل إلى لؤلؤ من أثمن الأشياء، من أثمن الأشياء، واضح مولانا؟ هذا اللؤلؤ يتشكل من ماء المطر على رأي المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه زين، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان أيضا مخلوق مو عشب، البعض كان يتوقع على أن هذا نوع من العشب، هذا مو من الأعشاب، هذا حيوان مخلوق، مخلوق وإلى فم يأكل ويصطاد، وطريقة اصطياده أنا البارحة كله كنت طالع عليه إلا طريقة خاصة للاصطياد. الشاهد أنه هذا المرجان يتشكل بجنب البعض، مرجان 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 يتشكل يتسع حتى يشكل جزر تسمى الجزر المرجانية معروفة، أو هذا أيضا يستخدم للزينة ويستخدم للعلاج هذا المرجان. لكن الشيء الجميل طبعا هو ثلاث أنواع، ثلاث أنواع. أرخص نوع الأبيض، المرجان الأبيض هذا اللي كاتبي أرخص نوع، أغلى نوع المرجان الأحمر، وكلما ازداد الإحمرار القيمة هم تزداد. بين الأحمر والأبيض المتوسط قيمة الأسود، مرجان أسود. ثلاث أنواع مرجان موجودة وسبع أنواع لؤلؤ موجود مولانا حسب ما طالعت البارحة أنا زين. الشاهد هذا المرجان واللؤلؤ وين يعيشن؟ بالماء المالح لو ماء العذب بعض العلماء قالوا اللؤلؤ في الماء المالح والمرجان في الماء العذب، بعض العلماء قالوا لا، استنتاجا من الآية الكريمة شي يقول، يقول مرج البحرين يلتقيان زين، فما عين، ما دام ما عين هم يربو في الماء المالح وفي الماء العذب اثنينهم. في آية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع هذه مولانا اللي تفسر ديش الآية، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، هذا ماء الحالي، وهذا ملح أجاج مالح وجعل بينهما برزخا إلى آخر زين. فإذا البحرين بحر ماء عذب وبحر ماء مالح، فش قالوا البعض؟ قالوا اللؤلؤ بالمالح والمرجان في العذب، والبعض قالوا لا، إنما المرجان واللؤلؤ هم بالماء العذب يطلع وهم بالماء المالح. هذا رأيي بالنسبة لهذا الأمر زين. شنو ربط الآية بآل البيت؟ هذا مربط الكلام، غايتنا من الآية هذه، شنو ربط الآية بمحمد وآل محمد؟ ربط الآية من باطن القرآن، احنا عندنا ظاهر او عندنا باطن، وكما يقول المولى امير المؤمنين سلام الله عليه، للقرآن ظهر وباطن ولبطنه بطن. فمن باطن القرآن ايش قالوا؟ قالوا مرج البحرين علي وفاطمة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البرزخ هو رسول الله محمد. اللهم صل على محمد. اللؤلؤ الإمام الحسن، والمرجان هو الإمام الحسين عليهم السلام. الأعجب من ذاك مولانا، أنا كاتب مصدر، الأعجب من ذاك اللي ذاكر هاي الرواية اللي ذكرتها لك، الدر المنثور ذاكرها، الدر المنثور من عندنا لو من غيرنا؟ من غيرنا. الدر المنثور في تفسير سورة الرحمن يتطرق إلى هذا الحديث، إلى هذه الرواية. الأعجب من ذلك يعترض عليه بعض مفسريهم، يقول شلون هذا هيك ينقل الرواية، المفروض ما ينقل هيك رواية. قالوا له ليش؟ قال لأن الآية نازلة في مكة، والحسن والحسين أين ولدا؟ في المدينة. فشلون يذكر آية في مكة وانتم شملوها إلى الحسن والحسين؟ زين، بها إجابتين طبعا. هو هذا ما زلمتهم، هو يدافع عن نفسه، هو يدافع عن نفسه، بس بالأصل يدافع عن آل البيت سلام الله عليهم من حيث لا يشعر زين. شلون هذه بها إجابتين الطو؟ أولا القرآن إعجاز، القرآن إعجاز، ويمكن القرآن يقول كلمة قبل 1400 سنة
لكن وين الجواب تلقاه؟ من بعد مئات وآلاف السنوات، صح ولا لا؟ هذا إعجاز بلاغة القرآن. إحنا محدودين في مكة ومحدودين في المدينة مثلا، العرب آنذاك كانوا في مكة لكن القرآن ما يتكلم عن مكة وعن المدينة، إنما ضوء القرآن ونور القرآن وإعجاز القرآن مدى العصور والدهور. ها؟ فإذا قال مرج البحرين علي وفاطمة أو اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين فهي إشارة إلى بعيد. ها؟ فمو عجيب أن القرآن يتكلم عن بعيد، يتكلم عن المستقبل، وهذا ما ورد في القرآن كثيرا. هذا الإجابة الأولى. الإجابة الثانية قالوا نعم، عندنا بعض الآيات القرآنية مثل سورة العنكبوت أو سورة الروم في بعض أو الأحزاب في بعض آياتها تكون السورة مكية، لكن بعض آياتها شو يصير؟ مدنية. ها؟ حتى في سورة الرحمن بعض آياتها تكون مدنية، هي مكية لكن بعض آياتها، لأن السورة ما تنزل مثلا سورة الرحمن ما نزلت مرة واحدة كلها، أو سورة البقرة ما نزلت كلها من أول، لا لا لا، إنما تنزل شو مرنا حسب الحوادث، آية 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 آية، يمكن تنزل في مكة ويمكن تنزل وين؟ بالمدينة. مع ما أن سورة البقرة مدنية لكن فيها آيات، وين نزلت؟ في مكة. آيات آية آيتين ثلاث أكثر أقل تنزل في مكة المكرمة. فسورة الرحمن مكية، بس يقولون عن هذه السور عن هذه الآيات مرج البحرين أو بالأخص اللؤلؤ والمرجان أنها وين؟ مدنية، ونزلت في المدينة المنورة وتشهد للحسن والحسين عليهم السلام. فالآية من باطن القرآن، الآية من باطن القرآن. زين، مرج البحرين علي بحر الإمامة والولاية، وفاطمة بحر الطهارة، بينهما برزخ بحر النبوة والرسالة. زين، الذي يجمع علي بن أبي طالب مع فاطمة الزهراء هو البرزخ. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنت الرسول، ابن عم الرسول، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب والصهر من علي بن أبي طالب، يجمعهما البرزخ، هم صهره يعني زوج فاطمة الزهراء، وهم شنو مولانا نسبه، فهو علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، ومحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. هذه إن دلت على شيء تدل على عظمة المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعظمة الحسن والحسين وفاطمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هذه الآيات الكثيفة والكثيرة التي نزلت في حقهم تترى آية من بعد آية، عند الهجوم على دارها صلوات الله عليها إيش قالت؟ قالت أتعرف من أنا؟ أنا فاطمة. احنا ما ردنا نقرأ مصيبة الزهرة، بس أريد أقرأ مصيبة الزهرة ما دام صارت هيك، نقرأ نتبرك بمصيبة الزهرة، أنا أريد أقرأ غير مصيبة. أنا فاطمة، تقول له أنا فاطمة، وتعبر عن اسم أبيها صراحة. ها؟ أتعلم ماذا قال الله في حقي؟ أخذت تقرأ، هي وراء الباب تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ونساءنا ونساءكم، مرج البحرين يلتقيان، إنا أعطيناك الكوثر. تقرأ لآيات الزهراء. ظل ماذا قال أبي عني؟ فاطمة بضعة مني، يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها. فاطمة 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 ما فات. قال له يا هذا، قال له بلى، قال له ادفع الباب عليها، أعصرها، لأن ماكو حل. شو يسوي مولاي؟ وبالفعل عصر الزهراء عصره حتى أسقطت جنينها. سبحان الله، والله أنا ما رد تقرأ مصيبة الزهراء، بس ما أدري شلون جتني المصيبة بعد بركة، هي الزهراء حاضرة إن شاء الله. حتى أسقطت جنينها، الله، آذوها، كسروا ضلعها، ولطموها على عينها بأبي وأمي. ها؟ يسير الليل ياخذها الإمام المولى أمير المؤمنين،
إلى قبر رسول الله، تقعد عند قبر رسول الله، تأخذ قبضة من تراب قبر النبي، وتأخذ بالبكاء والعويل الزهراء: ماذا على من شمت أربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي. أقرأ وياها وياها: صبت علي مصائب صبت على الأيام صرنا ليا أبو يقومك ما رعاني ما رعاني وخلاف عينك مرمراني مرمراني ومن البيت عليك منعاني وبر المدينة طلعاني. اسمع هذه اسمع هذه: أنا ورا الباب لما هيساني الله من رخصة صاحب العصر والزمان سيدي مولاي. أنا ورا الباب لما هيساني عصرني الرجس بويا وسقطه. الله يا زهراء يا ما اكتفوا بذلك، ما اكتفوا بكسر الضلع بإسقاط الجنين، ماذا جرى يا زهراء؟ قلنا بويا أنا أماير على عبد ضربني أو من ضربته للقاع ذبني. يا زهراء يا زهراء صور الموقف، يضربون الزهراء وتسقط على الأرضها. أنا أماير على عبد ضربني أو من ضربته للقاع ذبني بويا ولا انكسر قلب ولا رحمني من الناس ما واحد حشمني. الله بعد دفن الزهراء تقعد زينب باكية العين تنظر إلى الباب، يدخل عليها أمير المؤمنين، صغيرة زينب 5 سنوات عمرها، يدخل عليها أمير المؤمنين تبكي زينب: ما تريدين بويا؟ ها شو تقول لي؟ اسمع اسمع: ما تريدين يا زينب؟ قل له بويا علي، والله بيت هذا جارحة، تقل له بويا علي بويا علي الباب بدله، هذا الباب شيله ما اريدها، انا بويا علي الباب بدله، انا مالي قلب يا بويا صدله. خذاها خذاها إلى قبر أمها الزهراء، أبيات الدعاء: خذاها إلى قبر الزهراء ابني صغيرة، وضعت خدها على قبر أمها. يما يهون عليك يهون عليك يما تفارقيني يما تفارقيني وخمس سنين عمر تيتميني. أنا يم الحسن يا ما يعيني قلب تقطع جاوبين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف يا الله أم لك إلك ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب بعد مرة بعد مرة جزاك الله خير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف يا كاشف السوء والبلوى
شافي وعافي كل مريض يا الله، بالأخص من قصدناهم بالدعاء منا على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله. اللهم الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره، اقضي حوائجهم بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله. عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين، أهلنا ذوينا من له حق علينا، أمواتنا أمواتكم، مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. منزلا